السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أول ما نبتدئ به الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قضية بسنت خالد المصرية التي ضجت جميع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفي الوطن العربي، وسبب انتحارها، وما هي الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة مع المغتصبين. خليكم معنا نحكي لكم هذه القصة الغريبة والعجيبة لفتاة صغيرة تبلغ بعمر 17 عاما. بسنت خالد، انتحار فتاة مصرية بسبب ابتزاز وصور مفبركة والأزهر يحذر. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر انتحار فتاة تدعى بسنت خالد بعد أنباء تفيد بتعرضها للابتزاز الكترو تيشيرر صور مفبركة لها. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أقدمت بسنت التي كانت تقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية على الانتحار بعد قيام شاب بتركيب صور لها باستخدام أحد برامج تعديل الصور تم نشرها على مواقع فيسبوك لابتزازها. لم تتحمل الفتاة التبعات الاجتماعية لانتشار تلك الصور المفبركة في قريتها، فأقدمت على إنهاء حياتها تاركة خلفها رسالة وداع وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية. وتعود أحداث الواقعة إلى الأسبوع الماضي، عندما تلقت مديرية أمن محافظة الغربية اختارا يفيد بإنهاء ابنة 17 عاما حياتها بتناولها مواد سامة. وفي يما يقولون في القرية، حق بسنت خالد لازم يرجع، حق بسنت خالد لازم يرجع. أثار انتحار بسنت صدمة وحزنا كثيرين، وعلى إثرها تصدر وسم حق بسنت خالد لازم يرجع منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب مستخدمون بمعاقبة المتورطين في فبركة والنيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل هامة بشأن قضية انتحار خالد بسنت. أصدرت النيابة العامة المصرية بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة الفتاة بسنت خالد بكفر الزيات. وجاء قرار النيابة لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة لم تبلغ 18 سنة باستطالته لعموم جسدها وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصور منسوبين لها حصل عليهما خلسة بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة وابداعتهما علنا تلك الصور والمقطع واستفصالهما بغير رضائها وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري. وأنا أقول في هذا السياق بأنه يا عالم، يا ناس، يا آباء ويا أبناء، امنعوا بناتكم يخرجن على الفيسبوك ويظهرن صورهن على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت التيك توك أو اليوتيوب أو الفيسبوك أو الانستغرام أو ما شابه ذلك. امنعوا بناتكم للخروج أمام الناس بمظهرهن، حتى لو كانت البنت محجبة، فأن الذئاب البشرية كثيرون، وهؤلاء الذين حاولوا الاعتداء على هذه البنت وانتهاك عرضها وتصويرها بالصور المفبركة هم ذئاب بشرية. فخارج هذه البلاد وخارج
مواقع التواصل الاجتماعي العالم أصبح مخيفا جدا، أصبح مخيفا جدا. فأنا أقول بهذه المنصة ومن هذا الموقع أقول بأنه يجب ألا تخرج ولا أي فتاة بوجهها أو بجسدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الذئاب البشرية كثيرة. فهي أيها الأبناء أيها الآباء، حافظوا على بناتكم، حافظوا على خواتكم، حافظوا على عندكم وشرفكم، فإن هذا الزمن هو زمن خطير، زمن الذئاب البشرية. أرجو من الجميع أن يكونوا قد سمعوا هذا الكلام وهذه القضية الخطيرة والقضية الكبيرة التي هزت الشارع المصري والرأي العام المصري والنيابة العامة التي أصدرت بحق هؤلاء الذئاب البشريين قرارا بإعدامهما أو حتى بسجنهما، وضعهما في السجن وعقابه عقابا شديدا لكي يكونوا عبرة لمن لا يعتبر. وقالت النيابة في بيانها أنها تلقت بلاغا في 25 ديسمبر كانون الأول الماضي من والد بسنت، هذه اعترافات والد بسنت، وتضمن تناولها من والد بسنت، وتضمن تناولها قرصا للغلال متأثرة بنشر شخصين صورا صورا مخلة منسوبة لها بموقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات. وأخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ، وأوضحت النيابة أنها سألت والد الفتاة وشقيقتها، فتواترت أقوالها حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسد فتاة عالية ونشراها بالقرية بعد أن حاول إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معها فلم تنصع لهما. وقدم والدها في تحقيقات وحدة التخزين تتضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، قدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالة تركتها قبيل وفاتها أكدت فيها أن الصور لا تخصها، كما سألت النيابة العامة خالة الفتاة فقررت علمها منها قبيل وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع برفقة إحدى صديقاتها. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه قضية بسنت خالد والرسالة التي تركتها قبل وفاتها، وقالت فيها أنه لا دخل لها، أنها ليست هذه الصور صورها، وأنها قالت لوالدتها حتى بأن هذه الصور ليست صورها وأن هذه صور مفبركة، وبالتالي فإن الفتاة قد أصابها نوع من الإحباط واليأس من هذه الحياة، فقامت بالانتحار عن طريق قرص كما ذكرنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول في نهاية هذا الفيديو، اللهم يا رب أستر عوراتنا واستر بيوتنا واستر بناتنا، اللهم يا رب احفظنا من كل شر، واحفظ بناتنا واحفظ أعراضنا واحفظ أنسابنا يا الله يا كريم، أنك على كل شيء قدير. وفي النهاية نقول أن هؤلاء قد أخذوا حقهم في الحبس، وتكون عبرة لكل البنات والفتيات اللواتي يظهرن شخصياتهن وجوههن وأجسادهن على الفيسبوك. احفظنا أنفسكن أيها الفتيات، ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر أختي، ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر بنتي، فالشرف والأخت والبنات هم أهم شيء في الدنيا، في هذه الحياة الدنيا. سيداتي وسادتي، كان معكم الإعلامي عماد زيد من فلسطين، وإلى اللقاء.